سامعني صح؟ اكيد سامعني، انا بتكلم صوت عالي فلازم تسمعوني. بس ايه يعني صوت عالي ويعني ايه صوت اساسا؟ هل الصوت ده حاجة حقيقية ولا مجرد وهم لحقيقة اكبر مش موجودة بس غير في دماغك؟ وليه لو عليت صوتي مثلا انت هتتضايق؟ وايه هو اعلى صوت ممكن تسمعه على الارض؟ وفين هو اهدى مكان ممكن تعيش فيه على الارض؟ وليه مثلا نفخة بسيطة في الناي بتطلع نغمة صوتها عالي، في حين انك لو نفخت بره الناي مثلا باقصى قوة عندك زي كده مثلا الصوت هيكون اوطى بكتير؟ وليه في شركة المرعبين المحدودة قرروا يستخدموا صريخ الاطفال كمصدر للطاقة؟ وهل كان عندهم حق في ذلك؟ السلام عليكم. عالم الفيزياء السرب الشهير نيكولا تسلا لما حب يسيب طرف خيط للمعرفة المطلقة قال لو حبيت تعرف أسرار الكون لازم ترجع كل حاجة للأصل، وأصل كل حاجة هي الطاقة والتردد والاهتزازات. الصوت زيه زي الضوء عبارة عن موجة، وأي موجة في العموم بتبقى عبارة عن حاجة أو شيء ما بيزيد وبعدين بيرجع يقل تاني، والزيادة والنقصان دول بيفضلوا يتكرروا. وعشان توصف أي موجة في العموم لازم تعرف مصطلحين مهمين. أولا تردد الموجة أو الفريكوانسي، وده بيعرفك الموجة دي بتعمل كم ارتفاع وكم انخفاض في الثانية الواحدة، أو بمعنى تاني الموجة دي اتكررت كم مرة في الثانية. وتقدر تعتبر بصورة أو بأخرى إن التردد بيوصف السرعة اللي ماشية بيها الموجة. تاني مصطلح مهم بيوصف الموجة هو السعة أو الأمبليتيود، وده بيعرفك الموجة اللي ماشية دي كان أقصى ارتفاع لها وأقصى انخفاض كان قد إيه، أو بمعنى تاني الموجة اللي ماشية دي شايلة طاقة قد إيه. على سبيل المثال موجة المية مثلا عبارة عن ارتفاع وانخفاض في مستوى المية. التردد بتاع موجة المية بيعرفك موجة المية دي اتكررت كم مرة لحد ما وصلت للشط، والساعة بتاع موجة المية أو الأمبليتيود بيعرفك ارتفاع الموجة دي وهي ماشية كان قد إيه بالظبط، وده هو اللي بيعرفك طاقة الموجة دي كان قد إيه. في موجات التسونامي مثلا بيكون ارتفاع الموجة رهيب جدا بالمقارنة بموجة البحر اللي بتشوفها وانت قاعد على البحر وانت بتصيف، وعشان كده الطاقة اللي شايلاها موجة التسونامي بتكون أكبر بكتير وبتكون مدمرة وكارثية. طيب نرجع بقى لموجة الصوت، ايه بقى اللي بيزيد معانا وايه اللي بيرجع يقل؟ اللي بيزيد وبعدين يرجع يقل في موجة الصوت يا سيدي هو الضغط. الصوت بيطلع نتيجة ان الاجسام اللي بتصدره بتتحرك او بتهتز. اي جسم بيتحرك بيصدر عنه صوت، سواء بقى انت سمعت الصوت ده او ما سمعتوش، مادام في حركة لازم يكون مصاحب لها صوت. نشاء السماعة لما بيتحرك بيطلع صوت، او طرب جيتار لما بتتحرك بتطلع صوت، الشوكة الرنانة لما بتتحرك بتطلع صوت، حتى الصوت اللي انت سامعه مني دلوقتي نتيجة لحركة الاحبال الصوتية بتاعتي. طيب برضه لسه معرفناش ايه علاقة الضغط بالموضوع. فعلا انا لسه ما قلتش. طب بص تاني، اي حاجة بتتحرك بتزق جزيئات الهواء المجاورة ليها وتحركها فتلزقها في جزيئات الهواء اللي جنبها، وتكون منطقة ضغطها عالي عن المنطقة اللي قبلها والمنطقة اللي بعدها. وما ينفعش يكون عندنا منطقة ضغطها عالي وجنبها ضغط قليل، لازم الضغط ده يتعادل. فالجزيئات الاولى عشان تعادل الضغط ترجع مكانها ناحية الضغط القليل، والجزيئات اللي خبطت فيها تخبط في الجزيئات اللي بعدها، فيتكون منطقة الضغط فيها منخفض ومنطقة جديدة الضغط فيها عالي. يعني بقى عندي منطقة جديدة هي كمان غير مستقرة، فيتكرر معاها نفس اللي حصل في المرة الأولى، ويفضل الموضوع يتكرر ويستمر ما بين الزيادة والنقصان في الضغط بتاع الهواء. ويبقى كده الزيادة والنقصان في موجة الصوت عبارة عن زيادة ونقصان في الضغط. وتردد الموجة هنا بيعرفك الزيادة والنقصان في الضغط ده اتكرر كم مرة في الثانية الواحدة، وبيتقاس بوحدة أكيد أنت سمعت عنها كتير اسمها الهرتز، وده بيمثل الرقم اللي بتظبط بيه الراديو عشان تستقبل بيه المحطات. طب والساعة بتاع موجة الصوت عبارة عن إيه؟ الساعة يا سيدي هنا بتعرفك مقدار الزيادة والنقصان في الضغط كان قد ايه بالظبط. هل الضغط اللي ناتج عن الصوت ده كان كبير قوي ولا كان متوسط ولا كان قليل؟ طيب اذا كان الموضوع عبارة عن زيادة ونقصان في الضغط، ايه الاصوات والحاجات اللي انت عمال تسمعها دي؟ اللي بيحصل ان الهواء اللي شايل موجات الزيادة والنقصان في الضغط ده بيكون ملامس لطبلة ودنك، فبيزود الضغط عليها وبعدين بيقلله، فبيحرك طبلة ودنك بنفس التردد اللي ماشية به الموجة. طبلة ودنك دي بتكون لامسة تلات عضمات صغيرين جوه دماغك، فبتحركهم هما كمان بنفس التردد. التلات عضمات دول بيلمسوا جزء حلزوني موجود جوه دماغك بيسموه القوقعة، وبيحركوه بنفس التردد اللي جاية به الموجة. القوقعة دي مليانة بسائل، فالسائل هو كمان يتحرك بنفس التردد اللي ماشية به الموجة. حركة السائل ده بتحرك معاها شعيرات صغيرة موجودة جوه القوقعة، والشعيرات دي كل ما بتتحرك بتطلع اشارات كهرباء، فاشارات الكهرباء دي تطلع بنفس التردد اللي ماشيه به الموجه، واشارات الكهرباء دي
بتمشي جوه مخك ومخك بيترجمها على انها صوت. يعني الصوت عبارة عن حركة بتردد معين، الحركة دي بتطلع اشارات كهرباء بنفس التردد، ومخك بيترجم اشارات الكهرباء دي على انها الصوت الوهمي اللي انت بتسمعه. يعني الصوت ما هو الا وصف بالكهرباء لحركة الاجسام، وبالتالي شكل الصوت اللي بتسمعه جوه دماغك بيعتمد على شكل الحركة اللي الاجسام بتصدره. لو الجسم كان بيتحرك بسرعة بطيئة فتردد الموجة اللي هيطلع هيكون قليل، واشارات الكهرباء اللي هتطلع هيكون برضو ترددها قليل، ومخك هيترجم الصوت ده على انه صوت غليظ او خشن. والعكس صحيح، لو الجسم كان بيتحرك بسرعة فتردد اشارات الكهرباء هيكون سريع، والمخ هيترجم الصوت ده على انه صوت حاد. وبالتالي تقدر تتوقع ان حركة الاحبال الصوتية بتاعت الراجل بتكون ابطأ من حركة الاحبال الصوتية بتاع الست، عشان كده دماغك بيترجم صوت الراجل على انه صوت خشن وغليظ، في نفس الوقت بيترجم صوت الست على انه صوت حاد وناعم. طيب عرفنا ان تردد موجة الصوت مخك بيترجمها على انها مقدار حدة الصوت. ساعة موجة الصوت مخك بيترجمها على انها ايه؟ الساعة بتاعة موجة الصوت يا سيدي مخك بيترجمها على انها مقدار علو الصوت او ارتفاعه. واذا كانت السرعة اللي بتحرك بها الجسم بتعرفك التردد هيبقى قد ايه، فمقدار الحركة بتاع الجسم بيعرفك هو هيعمل ضغط قد ايه، او بمعنى تاني بيعرفك الامبليتيود هيكون قد ايه. مقدار او رينج الحركة او الازاحة الكبير بيعمل موجة الضغط بتاعها كبير، والضغط الكبير بيزيح طبلة ودنك مسافات كبيرة، وبالتالي الشعيرات اللي موجودة جوه القوقعة هتتحرك مسافات كبيرة، يعني هتطلع كهرباء قيمتها كبيرة. واذا كان مخك بيشوف ان الحركة السريعة على انها كهرباء سريعة او ترددها كبير وبالتالي بيفهمها انها صوت حاد، فمخك هيشوف ان الحركة الكبيرة على انها كهرباء قيمتها كبيرة، وهيفهم ان الصوت ده صوت عالي. وعايزك تفصل دايما ما بين سرعة الحركة والرينج بتاع الحركة. يعني ممكن يكون في جسم بيتحرك بسرعة كبيرة لكن رينج الحركة بتاعه صغير، وده هيوصل لمخك انها كهرباء ترددها سريع لكن قيمتها صغيرة، ومخك هيترجمها على انه صوت حاد بس واطي. في حين ان ممكن يكون في جسم بيتحرك بسرعة بطيئة لكن رينج الحركة بتاعه كبير، وده هيوصل لمخك على انها كهرباء ترددها بطيء لكن قيمتها كبيرة، وبالتالي مخك في النهاية هيترجمها على انها صوت غليظ بس عالي. انت بتقدرش تتحمل الصوت العالي عشان رينج الحركة الكبير بيعمل موجة ضغطها كبير، والضغط الكبير ده لما بيأثر على طبلة ودنك ممكن طبلة ودنك ما تتحملوش وبكل بساطة يخرمها، وده يعني اضعف الايمان. ده ممكن علو الصوت يعمل بلاوي اكتر من كده زي ما هنعرف في باقي الحلقة. بس في النهاية لازم تعرف ان الصوت اللي انت بتسمعه ده مش موجود، دي مجرد اشارات كهرباء بتجيلك بسرعات وبقيم معينة ومخك هو اللي بيترجمها على انها صوت. وبالتالي لو في طريقة اقدر اكهرب بيها مخك بنفس التردد اللي بيصدره صوت معين، مخك هيفهم الكهرباء دي على انها صوت بدون حتى ما يكون في صوت. يعني تخيل مثلا انك بتسمع عمرو دياب بس مش بتسمعه من الهاند فري، ده انت هتجيب فيشة وتحطها في كبس الكهرباء وتجيب السلك عريان وتكهرب مخك بيه بنفس التردد اللي بيصدره عمرو دياب، فمخك هيفهم الكهرباء دي ان في عمرو دياب شغال وبيغني. بس في الحالة دي انت مش هتقدر تقول انك بتسمع عمرو دياب، حرفيا انت هتكون بتتشحن بعمرو دياب. وجسوت ان الفكرة دي لها تطبيق عملي وحل مشكلة ضخمة جدا للناس اللي عندهم مشاكل في السمع. الناس اللي ما بتسمعش نتيجة لوجود مشاكل في الشعيرات اللي موجودة جوه القوقعة، كان حلهم ان نزرع لهم جهاز يقوم بنفس دور القوقعة، جهاز كل وظيفته انه يكهرب دماغك. القوقعة الصناعية دي عبارة عن بروسيسور بيحس بموجات الصوت اللي حواليك ويحولها لاشارات كهرباء ويلسوع بها دماغك. بس مهما كانت جودة القوقعة الصناعية فهي لا ترتقي ابدا للقوقعة الطبيعية، لان القوقعة الطبيعية فيها عدد شعيرات رهيب بالمقارنة بعدد قليل للمستشعرات في القوقعة الصناعية، وده بيخلي جودة الصوت في القوقعة الطبيعية اعلى بكتير من جودته في القوقعة الصناعية. وطبعا كل ما زادت عدد الشعيرات كل ما زاد جودة الصوت والتفاصيل بتاعته، لان الشعيرات دي بالظبط عاملة زي البكسلات اللي موجودة في التلفزيون، كل ما زاد عدد البكسلات كل ما تفاصيل الصورة كانت اوضح، فالشعيرات اللي موجودة في القوقعة زيها بالظبط. وهبسم لكم لينك فيديو في الوصف بتاع الفيديو بيعرفكم ازاي الناس اللي مركبة قوقعة صناعية بتسمع الصوت. تردد الصوت عامل زي بصمة الصباع، اي جسم بيتحرك له تردد ثابت ومخصوص وما بتغيرش بيسموه التردد الطبيعي، والتردد الطبيعي ده بمجرد معرفته بيبقى عامل زي التعويذة اللي بمجرد ما تقولها بتطلع الجني زي ما هنعرف بعد كده. انما سرعة الصوت بتتغير، ممكن تتكلم بصوت عالي بصوت واطي مفيش اي مشكلة، لكن صوتك تردده ثابت وما بتغيرش. واحد هيقول لي ازاي تردد صوتي ثابت وما بتغيرش وانا ممكن اطلع صوت حاد زي كده وممكن اطلع صوت تخين زي كده،
هقول لك معشان الاحبال الصوتيه نفسها طولها مش ثابت. الاحبال الصوتيه لها عضلات بتتحكم في طولها طول ما انت بتتكلم بشكل لا ارادي، وكل مره طولها بيختلف سرعه اهتزازها بتختلف وبتطلع تردد مختلف، زي بالظبط عازف العود او الجيتار هتلاقيه دايما بيعزف بايد وبيتحكم في طول الوتر بالايد الثانيه عشان يطلع من الوتر الواحد ترددات مختلفه على حسب طوله، وده طبعا بيخلي الاحبال الصوتيه بتطلع مدى كبير وواسع من الترددات، ولكن الترددات دي ثابته ومميزه وبتختلف من شخص للتاني، عشان كده صوتي بيختلف عن صوتك، بيختلف عن صوت اي حد تاني عايش معانا على الكوكب، وده اللي خلاهم يفكروا انهم يخلوا بصمه الصوت وسيله من وسائل الحمايه. ودنك حساسه جدا للاهتزازات اللي بتحصل في الهواء، لكن الكلام ده طبعا مش معناه ان الهواء بس هو اللي بيوصل الصوت، اي حاجه في الدنيا ممكن توصل الصوت ما عدا الفراغ، لان الفراغ مفيش جواه حاجه عشان تنضغط وتتخلخل، ده بالعكس كمان السوائل بتوصل الصوت افضل من الغازات، لان جزيئات السوائل اقرب لبعض من جزيئات الغازات وبالتالي هتوصل الاهتزازات بشكل اسرع، والمواد الصلبه افضل كمان من الغازات لان جزيئاتها اقرب واقرب. لك ان تتخيل مثلا ان سرعه الصوت في الهواء 340 متر في الثانيه، في حين ان سرعته في الميه 1500 متر في الثانية، يعني سرعة الصوت في المية أكبر من سرعته في الهواء بأربع مرات ونص تقريبا. لكن المشكلة إن طبلة ودنك مش مصممة عشان تستقبل الاهتزازات اللي بتحصل في المية، عشان كده أنت ما بتسمعش تحت المية. لكن في شورت كات أو طريق بديل بيقدر يوصل لك الصوت تحت المية، والشورت كات ده هو عظم الجمجمة، لأن عظم الجمجمة هو كمان مكون من جزيئات ممكن تهتز وبالتالي ممكن ينقل الصوت. الاهتزازات اللي بتحصل في المية بتتنقل لعظم الجمجمة وبالتالي بيتهز هو كمان وينقل الاهتزازات دي للسائل اللي موجود جوه القوقعة، واهتزاز السائل اللي موجود جوه القوقعة في النهاية بيترجم لصوت. لكن طبعا التلات عظمات اللي موجودين جوه الودن بيقدروا ان هم يضخموا اشارة الصوت وبالتالي الصوت بتاعهم بيكون واضح، في حين ان الصوت لما بيتنقل لك عن طريق عظم الجمجمة مفيش اي حاجة بتقدر تعمل تضخيم للاشارة، وبالتالي الصوت بيوصلك ان هو صوت غير واضح وضعيف وما بتقدرش تعرف تفاصيله. لكن برغم كده الصوت اللي بيتنقل لك عن طريق عظم الجمجمه ده بيحطك في فصل في منتهى البواخه، دايما بيديك احساس وهمي ان صوتك حلو لما بتغني او بتتكلم، في حين لما تيجي تسجل صوتك مثلا وتيجي تسمعه تبقى مش طايقه، او لما اصحابك بيسمعوك بتغني بيبقوا عايزين يبوسوا ايدك عشان تسكت، لان صوتك اللي صادر من جواك زي ما بيتنقل لودانك عن طريق الهواء بيتنقل لودانك برضه عن طريق عظم الجمجمه، وده بيديك مستين اضافيتين مش موجودين في صوتك لما بيتنقل عن طريق الهواء بس، عشان العظم صلب وجزيئاته قريبه من بعضها فالترددات القليله ما بتقعش منه وبيقدر يوصلها، والترددات القليله دي زي ما قلنا عباره عن الصوت الخشن او العميق، وده طبعا بيديك احساس ان صوتك افخم واعمق. تاني ميزه ان الصوت اللي بيوصلك عن طريق العظم بيوصل اسرع من اللي جاي عن طريق الهواء، وده بيعمل زي ايكو او صدى خفيف بيجمل صوتك جوه مخك، وبالتالي لما تيجي تتكلم بتحس انك مورجان فريمان في نفسك، في حين لما تيجي تسمع صوتك اللي انت مسجله بتحس نفسك حسن شاكوش، والمؤسف ان الناس برضه بتسمعك كحسن شاكوش لان الصوت بيتنقل لودانهم عن طريق الهواء بس. مشكله انتقال الصوت في الميه مش بس ان هو بيوصلك ضعيف، ده انت كمان ما بتقدرش تحدد اتجاه الصوت وانت تحت الميه، وانت بتغرق مثلا ما بتقدرش تحدد الصوت اللي بينقذك بيجي لك منين، وده جاي طبعا من ان سرعه انتقال الصوت في الميه ضخمه جدا بالمقارنه بسرعه انتقاله في الهواء، لان سرعه انتقال الصوت في الهواء بطيئه نسبيا بالمقارنه بسرعه انتقاله في الميه، فمخك بيقدر يفرق الصوت وصل لاي ودن من ودانك الاول، وبالتالي الودن اللي وصل لها الصوت الاول هي دي الودن اللي الصوت جاي من ناحيتها عشان كده وصل لها الاول، لكن سرعه الصوت في الميه كبيره جدا، وده بيخلي مخك ما بيقدرش يحدد الصوت وصل لاي ودن الاول، لان الفرق الزمني ما بين وصول الصوت للودنين بيكون صغير جدا، وبالتالي وانت تحت الميه ما تقدرش تعرف الصوت جاي منين، فلو غرقت يعني انصحك ما تعتمدش على الصوت في تحديد الاتجاهات. طبعا ودانك ما بتقدرش تسمع كل الترددات والا كنت اتجننت، ودنك بتقدر تحس ما بين 20 ل 20000 هرتز، اقل من 20 هرتز ودانك ما بتسمعش وبيسموها الترددات تحت السمعيه او الانفرا ساوند، واعلى من 20000 هرتز برضه ودانك ما بتقدرش تسمع وبيسموها الموجات فوق السمعيه او الالترا ساوند. طبعا رينج الترددات ده مش ثابت وبيختلف ما بين شخص والتاني، وبيختلف في الشخص نفسه على حسب المرحله العمريه اللي هو عايش فيها، لانه بيعتمد زي ما قلنا على عدد الشعيرات اللي موجوده جوه القوقعه، وعددها بيختلف ما بين الافراد وعلى حسب العمر، ده بخلاف ان ما بين فاصله والتانيه عدد الشعيرات ده برضه بيكون مختلف، وبالتالي مش كل الكائنات بتسمع زي بعضها، الكلاب مثلا بتقدر تسمع لحد 50000 هرتز، لان القوقعه بتاعتهم لفتها اكتر وبالتالي اطول وفيها شعيرات اكتر، عشان كده بيعملوا نوع من الصفارات التردد بتاع صوتها عالي
انت ما بتقدرش تسمعها لكن الكلب بيقدر يسمعها، وبالتالي تقدر تستدعي الكلب بتاعك بدون ما تضايق اللي حواليك. الكلاب كمان بتقدر تسمع من على مسافات بعيده لان ودانهم اكبر وبيتحكم فيها 18 عضله بتخلي الودان دي تتحرك في جميع الاتجاهات، وبالتالي بتقدر تجمع الصوت بصوره افضل. الكلاب كمان بتقدر تحس بترددات اقل من اللي انت بتسمعها، وده اللي بيخليهم يحسوا بالزلازل والبراكين قبل ما تحصل، لان الموجات السيزميه اللي ما بين 1% هرتز ل 10 هرتز هم بس اللي بيقدروا يسمعوها، وبالتالي يقدروا يتنبؤوا بالزلازل والبراكين. القدرات اللي عند الكلاب دي جات لهم مش طبعا عشان يتنبؤوا بالزلازل والبراكين، ده تطورت معاهم لانهم بيعتمدوا في اكلهم على افتراس القوارض، والقوارض اصواتها دايما بتكون تردداتها عاليه. ده غير ان الكلب لازم يسمع الكائن اللي هيفترسه وهو على مسافه بعيده، عشان كده ودانه بتتحرك في جميع الاتجاهات وبتقدر تجمع الصوت من مسافات بعيده. احنا خلاص بقينا متفقين ان الصوت عباره عن موجات من الضغط العالي والواطي بينشا نتيجه حركه الجزيئات، والحركه دي يعني طاقه، يعني الصوت نفسه عباره عن موجه من الطاقه، بس عشان اقدر استغل طاقه الصوت لازم الاول اعرف اقيسها، وبالبلدي كده طاقه الصوت هتبقى عباره عن طاقه كل موجه اللي هي السعه او الامبليتيود في عدد الموجات اللي بتحصل اللي هي التردد، وبالتالي تقدر تتوقع ان الصوت الحاد اللي تردده عالي طاقته اعلى من الصوت التخين اللي تردده واطي، وبرضه تقدر تتوقع ان الصوت العالي اللي الامبليتيود او السعه بتاعته كبيره طاقته اعلى من الصوت المنخفض اللي السعه بتاعته قليله. عشان كده الستات اول ما بيقعوا في كارثه بيرقعوا بالصوت عشان حد ينجدهم، لان في الحاله دي جمعوا ما بين الحسنيين، التردد العالي لان صوتها حاد والسعه الكبيره لان صوتها عالي، وده بيخلي صوتهم طاقته كبيره جدا ويقدر يقطع مسافات كبيره قبل ما يخفض ويختفي. وعشان كده برضو بيستخدموا الموجات اللي فوق الصوتيه اللي ترددها عالي عشان يفتتوا بيها حصوات الكلى والمراره لان الطاقه بتاعتها بتكون عاليه. فالصوت طاقه زيه زي الوقود زي الكهرباء زي كل الطاقات، وبيتقاس قدرته زيهم بالظبط بالجول على الثانيه او بالوات. يعني انت لما بتتكلم بتحرق طاقه، ولما بتزعق بتحرق طاقه اكبر، ولما بتزعق وانت بتسرسع بتحرق طاقه اكبر واكبر، وبالتالي لو قابلت حد بيصرخ مثلا ممكن كده تتوقع انه بيعمل دايت. اهدى صوت ممكن تسمعه طاقته 10^12 جول، واقل من كده مش ممكن هتسمع لان الصوت هيبقى غير قادر ان هو يحرك طبله ودنك. وطبعا كل ما زادت طاقه الصوت كل ما كان اعلى وكل ما كان اوضح. عشان كده لما بتيجي تروح تشتري سماعه بتسال على قدرتها كام وات، لان كل ما الوات عالي كل ما السماعه دي كان صوتها اعلى وكل ما كان صوتها اوضح، لكن برضه في نفس الوقت بتكون اغلى. لكن برضه مش دايما الوات الاعلى بتكون سماعته اغلى، لانك بكل بساطه ممكن تشتري سماعه الوات بتاعها عالي لكن كل القدره دي رايحه للسعه او الامبليتيود مش للتردد، لان رينج الترددات اللي بتطلعه وبتقدر تفصله بيكون قليل، في حين ان السماعات الغاليه الوات بتاعها دايما هتلاقيه موجه للتردد اكتر من الصوت العالي، لان ده بيفصل ترددات اكتر وبيخلي تفاصيل الصوت كلها واضحه. في الساوند سيتر مثلا او المسرح المنزلي هتلاقي في سماعات بتسمعك صوت الممثلين عالي، لكن في سماعات تانيه بتسمعك صوت الممثلين وحصنتهم وحفيف الاشجار حواليهم والنفس اللي هم بيتنفسوه، لان السماعات دي قادره تفصل عدد اكبر من الترددات. يعني مش شرط السماعه تكون بتجعر عشان تكون نظيفه، فخلي بالك دايما وانت بتشتري، ما بتسالش على الوات خالص مش مشكله، انا بسال. لكن برضه لو لقيت ان الوات في السماعتين كان واحد ورينج الترددات اللي بتطلعه السماعتين كان واحد، يبقى الحكم النهائي في جوده السماعه هو علو الصوت، وده بيتقاس بوحده او بحاجه اسمها الديسيبل، واكيد اكيد سمعت عنها قبل كده. الديسيبل مقياس لطاقه الصوت لكنه مقياس غير مباشر، ده بيشوف طاقة الصوت اللي انت بتسمعه اكبر بكم مرة من طاقة اقل صوت ممكن تسمعه، يعني بيقسم طاقة الصوت اللي انت سامعه على طاقة اقل صوت ممكن تسمعه اللي هو 10^12 جول. بس عشان في معظم الاوقات طاقة الصوت اللي انت بتسمعه بيكون اكبر بكتير جدا من طاقة اقل صوت ممكن تسمعه، وعشان يشيل الاصفار الكتير بياخد اللوغاريتم لحصل الاسم ده وبعدين يرجع يضربه في 10. ورغم ان كده بنسهل الدنيا وبنطير الاصفار، الا ان الديسيبل ما بيديكاش فكرة واضحة عن طاقة الصوت. على سبيل المثال الصوت اللي قوته 20 ديسيبل طاقته اكبر ب10 مرات من الصوت اللي قوته 10 ديسيبل، لكن الصوت اللي قوته 30 ديسيبل طاقته اعلى من ال10 ديسيبل ب100 مرة، وال40 اكبر في طاقته من ال10 ديسيبل ب1000 مره، وكل 10 ديسيبل زياده بتزود لك صفر. ولان طاقه اقل صوت ممكن تسمعه كانت 10^12 جول، فلو جيت تبص في المعادله هتلاقي ان قوته بتساوي 0 ديسيبل، وده اقل ارتفاع للصوت
ممكن ودانك تسمعه. وعشان تعرف هو قد ايه، لك ان تتخيل ان صوت الخلفيه في مكتبه هاديه مثلا بتساوي 30 ديسيبل، يعني اعلى منه ب 1000 مره. الوشوشه العاديه بتكون في حدود 40 ديسيبل. الكلام العادي بيكون ما بين 60 ل 70 ديسيبل. شعورك بالضجيج وبالدوشه وبالصداع بيبتدي من 90 ديسيبل زي ما بيحصل في الاماكن العامه وفي المواصلات. لكن عند 130 ديسيبل بتبدا تحس بالالم من شده الضغط على طبله ودانك. بس عند ال 150 ديسيبل طبله ودانك هتنفجر. في وكاله الفضاء الاوروبيه عاملين بوق او صفاره بتطلع صوت بقوه 154 ديسيبل، وحاطين الصفاره دي جوه اوضه جدرانها سميكه جدا من الخرسانه المسلحه، والضوضاء دي بتعادل الضوضاء الناتجه من المحركات اللي بتحرك الصواريخ اللي بتطلع الفضاء. وبيستخدموا البوق او الصفاره دي عشان يشوفوا الاقمار الصناعيه هتقدر تتحمل اصوات المحركات ولا الاصوات اللي طالعه من المحركات هتدمرها. ومن الحاجات اللطيفه انك تعرف ان صوت صياح الديك مثلا بيكون في حدود 130 ديسيبل، يعني هتبقى تجربه منيله ب 60 نيله لو جربت تحط ودانك جنب الديك وهو بيقول كوكوكو. انما بقى ما بين ال 185 ديسيبل لل 200 ديسيبل فالصوت ده قادر انه يدمر اعضائك الداخليه ويموتك. لكن بالرغم من كده مفيش صوت على الارض ممكن يتخطى ال 194 ديسيبل، لان عند القيمه دي الضغط اللي بيسببه الصوت بيعادل واحد ضغط جوي، يعني المناطق اللي بيحصل فيها خلخله او انخفاض للضغط هيكون قيمه الضغط فيها سالب واحد ضغط جوي، يعني فراغ او فاكيوم، وبالتالي مفيش صوت يقدر يمشي في الفراغ لان مفيش حاجه جواه ممكن تتهز. لكن في كواكب تانية زي الزهره او زحل تقدر تتخطى ال 194 ديسيبل بسهوله لان الغازات فيها كثيفه والضغط جواها بيتخطى الضغط الجوي. انما على الارض مش ممكن ده يحصل الا في حاله واحده، الانفجار. الموجات الانفجاريه بس هي اللي بتقدر تحقق الشرط ده وتقدر تكون الفراغ لكن بشكل لحظي. ومع ان الصوت اللي ممكن يأذيك بيبدا من 120 ديسيبل الا ان استمرار سماعك لاصوات فوق ال 90 ديسيبل بيدمر الشعيرات اللي موجوده جوه القوقعه مع الوقت وبيخليك طول ما انت بتكبر بتفقد فيها، وبالتالي طول ما انت بتكبر بتفقد ترددات وسمعك بيقل. وطبعا كل ما زاد علو الصوت وزادت الفتره اللي بتتعرض فيها للاصوات العاليه دي بتفقد شعيرات اكتر في وقت اقل، لدرجه انك ممكن تصاب حرفيا بالصمم وتبدا تقلق اول ما تحس ان في طنين بيحصل بشكل متكرر جوه ودانك. ساعتها لازم تقلق وتقعد فترات طويله في اماكن هاديه لان انت كده على عتبه مرحله الخطر. وخد بالك الشعيرات اللي بتفقد ما بتتعوضش، فالهدوء حلو وجميل ومروح للاعصاب وهيحافظ لك على ودانك مع الوقت. لكن برضه الهدوء الزايد ممكن يجننك زي ما بيحصل في الغرفه عديمه الصدى في مختبرات اوريفيلد في الولايات المتحده. الغرفه دي مصممه لاختبارات الصوت ومعزوله عزل غير طبيعي. جدران الغرفه دي عباره عن طبقتين من الصلب بينهم طبقه 30 سم من الخرسانه ومتغطيه بطبقه داخليه من الالياف الزجاجيه قادره انها تمتص الصوت بنسبه 99.9%. الضجيج في الغرفه دي لا يتجاوز سالب 10 ديسيبل، يعني اهدى ب 10000 مره من اهدى مكتبه ممكن تقعد فيها. والاوضه دي هاديه جدا لدرجه انك ممكن تسمع فيها ضربات قلبك وحركه امعائك وحركه الرئتين بتوعك وتبقى انت مصدر الضجيج الوحيد اللي موجود جوه الاوضه. ويقال ان استمرار وجودك في الغرفه دي لمده 45 دقيقه فقط ممكن هو يصيبك بالهلوسه. لكن عشان تحافظ على نفسك من الضوضاء العاليه ومن الهدوء المبالغ فيه، في تطبيقات كتيره جدا موجوده على الموبايل بتشتغل كديسيبل ميتر تقدر تعرف بيها بالظبط مقدار الضوضاء اللي موجوده حواليك وبالتالي تقدر تحافظ على ودانك. نزلت التطبيقات؟ طب امسحه بقى، لان مش دايما الصوت اللي انت سامعه هو بس اللي يموتك. ممكن الصوت اللي يموتك انت اصلا ما تسمعوش لانه ممكن يكون موجود في نطاق الموجات اللي فوق السمعيه او اكبر من 20000 هرتز، وبالتالي انت مش هتسمعه. والصوت ده معظم طاقته بتكون جايه من التردد مش من الامبليتيود، يعني وارد يكون الامبليتيود بتاع الموجه قليل جدا لكن قطر الموجات هو اللي سبب لك مشكله. وزي ما بيقولوا الكتره تغلب الشجاعه، ونقطه الميه الصغيره المستمره قادرة انها تنحت الصخر. وعشان كده الموجات دي بيستخدموها في المجالات الطبية عشان يفتتوا بيها الحصوات. الغريب بقى ان حتى الموجات اللي ترددها قليل وساعتها قليلة ممكن هي كمان تسبب مشاكل ضخمة، يعني ممكن صوت هادي جدا يسبب كوارث ضخمة جدا في ظروف خاصة، والظروف الخاصة دي بيسموها الرنين، وهو ده البعبع الخفي ونقطة المية اللي ممكن تهد السد. الرنين بيحصل لما موجتين شبه بعض يقابلوا بعض في الوقت المناسب، والظاهرة دي نادرة جدا لكنها لما بتحصل بتكون مدمرة. جسم بيتحرك بتردد معين وكان موجود بالصدفة في نفس المكان اللي فيه جسم تاني بيهتز برضه بنفس التردد، الموجتين بيركبوا على بعض وبيكونوا موجة الامبليتيود بتاعها أكبر بكتير، بالظبط زي ما تيجي تزق مرجحة بتتحرك، لو زقتها في التوقيت المناسب بنفس التردد اللي بتتحرك بيه المرجحة دي
هتستهلك طاقه قليله جدا عشان تحركها حركات كبيره، لكن تعالى بقى زقها بتردد مختلف او وهي راجعه مثلا زقها لقدام، هتلاقي نفسك بتبذل طاقه كبيره جدا عشان تحركها. ده بالعكس، انت ممكن كمان توقفها. اهو الرنين زي كده بالظبط، بتهز الجسم بتردد مساوي لنفس التردد اللي هيطلعه الجسم ده لو اتهز لوحده، فبتبقى قادر باقل كميه طاقه انك تحركه حركات ضخمه. عشان كده قلنا في بدايه الحلقه انك لو عرفت التردد الطبيعي اللي بيهتز بيه جسم كده بقى معاك التعويذه اللي تقدر تدمره بيها، وده اللي بيخلي مغني الاوبرا مثلا يقدر بصوته بس يكسر الازاز، لانه بصوته بيقدر يطلع نفس التردد اللي بيهتز بيه الازاز، وبالتالي بيحصل رنين فالازاز يتحرك حركه كبيره لحد ما يتفشفش، وده برضه اللي بيخلي نفخه بسيطه في الناي او في الساكس بتطلع صوت عالي، في حين انك لو نفخت قدها 10 مرات بره الناي الصوت هيكون واطي، لان الاله الموسيقيه مصممه انها تعكس موجة الصوت بالطريقه اللي تسبب رنين، وده برضه اللي بيخلي وتر العود يصدر صوت عالي لنفس السبب. تثبيت الوتر من الناحيتين بيخليه يعكس نفس الموجه رايحه جايه، فالموجه بتركب على بعضها وبتسبب رنين. نفس الفكره برضه لما بتيجي تظبط تردد موجه الراديو، انت بتظبط طول السلك بحيث ان هو يهتز بنفس التردد اللي بتصدره او بتبسه المحطه، فيركبوا على بعض ويحصل رنين والصوت يطلع عالي في الوقت ان الصوت بيبقى ماشي في الجو عادي وانت مش سامعه. وان كان الازاز والالات الموسيقيه والراديو حاجات كلها بتحتاج طاقه قليله، فانا حابب اعرفك ان الرنين كان سبب في انهيار جسر تاكوما في الولايات المتحده، بمجرد انه تساوى التردد اللي بيتحرك بيه الهواء مع التردد اللي بيتحرك بيه احد مكونات الجسر، خلى الجسر المصنوع من الصلب يتهز زي المطاط لحد ما انهار، واي حاجه تعرف ترددها الطبيعي تقدر بكل سهوله انك تدمرها. عشان كده اوعى تتردد في انك تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناه وتفعل اشاره الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة. سلام.